السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين الكرام في كل مكان، الليلة قلنا نديكم أبديت سريع عن المشروع بتاع شيالة التمر، ومع أنه ما عندنا تمر فحنستخدم الحلاوة دي اللي هي حلاوة من غير سكر، شوغر فري، طعم فيها طعم بتاع سكر لكن يقول لك ما فيها سكر، شكل شغالين بنوعية كده من نوعيات السكر بتاع السكر ده. المهم دي الحلاوة بتاعتنا، وحنحطها في الكورية هنا كويس، وبعد ذاك هنحط الكورية داخل الشيالة، ومن ثم هنجيب الغطاية بتاعتنا الهندسية المعقدة كويس، ونغطي بها الشيالة من فوق. تمام، خلوني أزح الكاميرا كده عشان الأمور تكون طيبة وواضحة. وبعد ده طبعا الحساس مفروض يكون قاعد هنا في الحتة دي عشان لما تقرب يدك كده طوالي البتاع يفتح لك، صح؟ لكن هو حاليا ما قاعد هنا، هو قاعد هناك، أنا مفروض أودي يدي هناك عشان البتاع تفتح كويس. خلي بالك معي، يلا المفروض أشيل سريع لأنه الحساس ما قاعد هنا، ممكن يقطع يدي بالمناسبة، يعني ما بيقطع يدي لكن ممكن يطب يدي يعني. فالبتاعة دي حاليا في وضعها ده ممكن تشتغل بها زي شرك بتاع قمري ولا حاجة، لكن بالتأكيد ما ينفع الواحد يدخل يده في المكان ده في الوقت ده لأنه الحساس ما شايف يدك كويس. مفروض الحساس ده يكون قاعد هنا عشان يشوف يدك لما تقرب، وبعدين ما يكفي إلا يدك تبعد. تمام، لكن حاليا الحساس قاعد هناك، فحاول أشيل لي حلاوة بسرعة كده قبل ما الشغل ده يقفل. أكل تمام ممتاز كويس، فشكلها كده شنو يعني شغالة. تمام، طبعا يعني في بعض العلاقة يا جماعة في التصميم ده، يعني شوف لما تكفل ما قاعد تكفل كاملة، في بعض اللوز كده كويس، دي كلها حاجات الواحد ممكن يعني يظبطها. تمام، الغطاية دي ممكن بالتأكيد الواحد يعني يكفلها بصورة كويسة، يعني ممكن تعملها بصورة بحيث انه تنزل كبس، يعني ما حيكون في مشكلة. لكن حتى البوابات دي هنا ده المفروض تكون محكمة أكتر من كده كويس. أنا لو كنت شغال مشروع ده للسوق بالتأكيد علاج زي ده ما بينفع، الواحد المفروض يكرر الموضوع ده يخليهم يتلاقوا بصورة ممتازة، لكن إحنا شغالينه بس من أجل التعليم، فالجودة دي بالنسبة لي مناسبة ما بطالة. تمام، طيب أنا شلت حلاوة. في حاجة تانية عايز أتكلم عنها، عايز أتكلم عن موضوع شايف طبعا كل ما تيم بالبتاع ده طوالي الشغل ده بيفتح يعني اوتوماتيك، شايف؟ المهم طيب يا جماعه، بالنسبه للحساس طبعا كان وريتكم المره اللي فاتت المشكله، خلوني اشرح لكم ثاني انه الحساس ده فيه مشكلتين حقيقه كويس، ودي ممكن واحد من الناس المعلقين قال لي على المشكله الثانيه دي، انا ما كنت ملاحظ غيرها، اللي هو قال لي انه الحساس ده المدى بتاعه يعني قريب شديد، فانت محتاج لك لحاجه المدى بتاعها ابعد من كده كويس. يعني انا هسه شايف الا قريب يدي شديد حتين البوابه بتاعتي تفتح. تمام، ما عايزين كده، نحن عايزين انه من بعيد عشان انت ما تقف كويس، من بعيد البوابه بتشوف يدك من بعيد وتقوم تفتح لك عشان انت ما تقف، تيجي خاشه كده طوالي تخش لفت في التمرايه كويس. الحاجه دي بالسنسر دي ما بتحصل لانه المفروض يدك تنتظر شويه، ما عايزين كده. تمام، فعشان كده برضو في مشكله تانية برضو بالمناسبه، الحساس ده عاملين معاه كوميونيكيشن او اتصال ببروتوكول اسمه اي سكوير سي، زي نظام بتاع الشبكه كده، وفي الشبكه اي حساس مفروض يكون اسمه مختلف من باقي الحساسات القاعده في نفس الشبكه. السنسر ده بالذات اذا جبت منه ثلاثه خطيتهم في نفس الشبكه ما بتقدر تغير اساميهم بحيث انه اساميهم تكون مختلفه في الشبكه الوحده. تمام، نحن محتاجين لثلاثه صح، لانه قلنا عندنا ثلاثه، حيكون عندنا ثلاثه انظمه زي دي قاعده مع بعض عشان يكون عندك تمر، عندك جونجوليس، وعندك حلاوه، فمحتاجين لثلاثه حساسات. تمام، شايف الشباب اقترحوا لي، قالوا لي يا اخي انت ممكن تشتغل ب قالوا لي ممكن تشتغل بناي بحساس واحد يفتح الابواب كلها.
والله ممكن نعمل كده، لكن انا عندي بعض التنظير هتشوفوه بعدين في النهايه ان شاء الله. يعني عايز اعمل حبه لعبه كده كويس. يعني مرات مثلا ممكن تخش تحاول تفتح واحده يكون يفتح لك الثانيه، يكون عندك يعني شنو ضيف كده غتيت داير شنو داير تخليه يسك الموضوع ده، تقوم شنو تقوم مثلا يمد يده لهديك تفتح لي البي غادي، يمد يده لهديك تفتح لي البي هناك. فالمهم في حبه لعب كده في التكنولوجي، بالتكنولوجي عايزين نعمله في النهايه. فعشان المشكله دي، عشان المشكلتين ديل في الحساس ده، قمنا جبنا الحساس الثاني ده اللي هو التوصيله بتاعته بسيطه شديد ده كويس، برضه شغال بالانفراريد، توصيلته بسيطه جدا. انا لسه ما وصلته، حصل اشتغلت به قبل كده، بسهل جدا. ديجيتال سنسر بيزيكلي بيكون عنده واحد من اللدين ديل، واحد فيهم بيطلع انفراريد، انفراريد ايميتر، والثاني انفراريد ريسيفر. فبسيط وسهل، ممكن نقدر نتحكم نستقبل يعني اشارته في البروسيسور ده بسهوله كويس. ف تمام يا شباب، احنا انا هوصل السنسر الجديد ده، وبعد ما اخلص السيستم الواحد ده هقوم شنو هقوم اشتغل في باقي السيستمز، لكن لازم اول حاجه نكرب واحد فيهم حتى بعد ذاك نضيف الباقيات. ونذكركم زي ما قال اسمه هو ستيف جوبز، قال adding more resources to an inefficient process amplifies inefficiency. الكلام ده معناته انه يعني ما تضيف حاجات اضافيه في النظام بتاعك لحد ما النظام بتاعك يكون مكرب، تكرب نظامك الاول بعد ذاك تضيف له. يلا شباب نشوفكم المره الجايه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.